مدام شهيرة، اسمحي لي بآخر سؤال، ويمكن يكون سؤال مجنون. سؤال ايه؟ مجنون مجنون. لو الأستاذ محمود ياسين قاعد قدامك دلوقتي لمدة دقيقة واحدة بلحمه ودمه ومشاعره، هتقولي له ايه؟ اقول له ارجع لي ارجع لي وما تسيبنيش. خلاص بقى يا عم، بقى في حياتك، شد حيلك. شكرا. انا مش عارف اقولك ايه، انت انسان عظيم، ربنا يصبرك ويربط على قلبك. خسارتنا فيه خساره كبيره جدا بجد. خلاص انت قفلت كانسان قبل ما يكون فنان. انا قفلت يا مدام شهيرة، شد حيلك. شكرا يا عم.